برلين، في الوقت الذي تتزايد فيه سرعة نبض الحياة في العاصمة الألمانية، تقف الطبيعة منتظرة على أبواب المدينة مباشرة. فالمنطقة المحيطة ببرلين تكتسي بالخضرة التي تتخللها بحيرات وأنهار. وفي ولاية براندبورغ الواقعة على مجرى هافل، حول بريند هيلمرز هوايته إلى مهنة، حيث يقوم المهندس بترميم القوارب الخشبية ويؤجرها للزائرين، غير أن هذه الجولات لا تزال غير ذائعة الصيت. وجود مجرى هافل المائي أمر معروف، لكن ما ليس معروفا على نطاق واسع هو ملائمة هذا المجرى للتجول المائي وللرياضات المائية، بحيث أصبح في النهاية نظاما مائيا ضخما ومترابطا. ولذلك تبوأ المرء مكانا عند مجرى هافل، ويسمح بتأجير وقيادة قوارب مثل ديماري بدون رخصة خاصة، وتتطور السياحة المائية بصورة إجمالية حول برلين. لقد صعد بقوة شديدة موضوع سياحة القوارب ذات المحركات، لكن في السنوات الأخيرة تزايد الاهتمام بموضوع قوارب الكانو، وذلك نظرا لتحسن البنية التحتية ولوجود أماكن كافية لإقامة مخيمات أو نزل، وأماكن للمبيت على الماء يمكنها استقبال مجموعات كبيرة. تترك الأرقام أثرها في النفوس، 150 ألف مرسل القوارب، 4000 من قوارب الكانو مستأجرة، وبالإضافة إلى ذلك هناك أكثر من 1000 يخت للإيجار ومئات الطوافات والقوارب السكنية. ويستطيع برند هيلمرز العيش من مهنته، ولديه عمل جيد في الصيف، لكن ليس كله في الماء، لأن المنطقة كبيرة للغاية ومتشعبة. وقد أصبح براندبورغ على مجرى هافل بوابة حقيقية على العالم بفضل التوسع في إنشاء الممرات المائية. انطلاقا من هنا من براندبورغ على مجرى هافل، يمكن للمرء نظريا السفر إلى كل أنحاء العالم، أي حتى نهر إلبا إلى هامبورغ، أو عبر قناة أودر هافل إلى نهر الأودر، ومن هناك إلى شتتنر هاف، أو بالطبع عبر مجرى هافل إلى ولاية ميكلنبورغ فوربومرن. وهذا النظام المائي غير محدود تقريبا. إلى بحر الشمال أو بحر البلطيق، أو عبر أوروبا إلى البحر الأسود. وكان هيلمرز يفضل استضافة العالم على مياهه. أعتقد أن هذا الأمر لا يمكن تصوره بالنسبة للأجانب أيضا، فربما يعرف هؤلاء ساحل بحر البلطيق أو بحر البودنزي، وأعتقد أن هذا هو كل ما يعرفونه. ولكن بشكل تدريجي بدأ يذيع صيت الجنة المائية الممتدة لنحو 700 كيلومتر مربع على مشارف برلين في الخارج أيضا.